سيكون ملعب راتس مسرحا للمواجهة المرتقبة بين الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري في مباراة العودة للدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا. إلى التفاصيل. لا صوت يعلو فوق صوت جمهور الترجي اليوم، لا بديل عن الفوز بثنائية لتحقيق اللقب. بهذه الشعارات يتسلح الترجي التونسي وهو يستضيف الأهلي المصري على ملعب رادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. الأهلي الذي فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مواجهة شهدت الكثير من الحالات التحكيمية الجدلية، قطع شوطا كبيرا نحو للمرة التاسعة في تاريخه. الترجي بدوره سيكون مدعوما بعاملي الأرض والجمهور لقلب النتيجة وتحقيق اللقب للمرة الثالثة، حيث يحتاج أصحاب الأرض للفوز بهدفين ليضمن البقية. وسبق أن تواجه الفريقان في 15 مواجهة في دور أبطال إفريقيا، نجح الأهلي خلالها في الفوز في 6 مباريات، فيما فاز الترجي في 3 مباريات، في حين فرض التعادل نفسه في 6 مواجهات. وخلال هذه المواجهات التي جمعت الفريقين حتى الآن، أحرز الأهلي 22 هدفا مقابل 9 أهداف للترجي.